الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف متى يتحدث وماذا يقول. صحيح. زي اليومين دول السنه اللي فاتت تحديدا في اكتوبر اللي فات. ايوه. في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ. وانت برضه كنت معايا في المداخله برضه فيه. بالظبط، والرئيس اعلن ساعتها وقال جمله مهمه جدا. قال لم ولم نلح على الجانب الروسي في عودة الطيران لمصر. صحيح. عودة حركة السياحة لمصر. النهارده كون الرئيس المصري في موسكو في روسيا ويعلن انه على ثقة على عودة الطيران الروسي والسياحة الروسية إلى مصر قريبا، فأنا بقول لحضرتك وبأكد لك إن السياحة الروسية على أعتاب العودة في خلال زي ما حضرتك قلت. الإعلام الروسي اللي قال، مش إحنا، حتى إحنا الإعلام المصري كل مرة كانوا يطلعوا يقولوا في خلال، ده اللي قالوا الإعلام الروسي. بالظبط. وده الحقيقه فتحة خير، يعني لان عندنا اكتر من 20 مليون مواطن عايشين على السياحه. هو اللي انا بقول لحضرتك حركه السياحه الروسيه هتبدا مع الموسم الشتوي وخصوصا مع 7 يناير اللي هو الكريسماس، لان في روسيا. الو استاذ احمد، استاذ احمد فقدنا الاتصال بالاستاذ احمد عبد. أنا بقول لحضرتك إن عودة السياحة الروسية لمصر هتكون مع بداية الموسم الشتوي اللي هو في روسيا بيبدأ 7 يناير عشان الكريسماس، لأن هم أرثوذكس وموسم السياحة عندهم بيبدأ 7 يناير. تمام. ده الانفراد اللي عند حضرتك؟ لا، الانفراد اللي أنا بقول لحضرتك عودة السياحة 7 يناير مع بداية الموسم الشتوي عودة السياحة الروسية. بالظبط، أنا اللي دايماً كنت أقول لحضرتك ما تتفائلش قوي بالتصاريح الإعلامية اللي بتطلع من مصر أو من روسيا قبل كده. إن عودة السياحة هترجع، إنما المرة دي بقول لحضرتك بالتأكيد. المرة دي بتؤكد بقى. بأكد لك بس مع هل تستفيد الدولة المصرية من عودة. خلينا نبقى نناقش ده، خلينا نبقى نناقش، لأن أنا عارف إنك أنت عندك الحقيقة كتير في الموضوع ده، وأنا بلاقيك على الهوا إنك تبقى معانا في حلقة خاصة بالقطاع الصحي بشكل عام. لكن انا بتكلم عن، انا بتكلم عن عوده السياحه، هل هي خطوه اولى لتدشين مرحله جديده في تاريخ السياحه المصريه؟ ما مش عايز نتفائل بشكل كبير لسبب بسيط، وده اللي كنت هقوله لحضرتك. طيب. ما زلنا اللي بيتحكم في حركه الطيران ما بين حركه الطيران للسياحه الروسيه الا مصر هم الاتراك. الاتراك لازم المصريه تعرف، لان 80% من الشركات الروسيه اللي بتعمل بالسياحه ما بين روسيا ومصر هي شركات تركيه. الطيارة اللي وقعت، ايه المطلوب بقى احنا نعمل ايه؟ ايه المطلوب احنا نعمل ايه كمصر؟ الرئيس عمل ايه في موضوع الاسمنت والجرانيت والرخام؟ يا فندم مطلوب تدخل الدولة المصرية باستثمارات مباشرة ما بين روسيا ومصر في قطاع السياحة. قطاع الطيران ولا السياحة؟ السياحة والطيران، لان يبقى حدد. وضح يعني. السياحة والطيران لازم. أيوة. مصر ليس فيه دلوقتي مدى شراكة استراتيجية كاملة في خلال الزيارة الحالية لروسيا. لازم تضاف للشراكة دي جزء للسياحة والطيران، لان الطيران بيمثل 60% من مدخولات السياحة، احنا ما بتدخلش مننا ليها ولا دولار واحد، لانها كلها بتروح للشركات، رايحة للشركات اللي شارية الاوض والغرف في الفنادق وشركات الطيران اللي بتبقى الطيران التركية. لكن في النهاية هذه الاوتيلات يعمل فيها مصريين، هذه الشوارع اللي في المدن السياحيه في شرم او الغردقه يعمل ايضا بقى مصريين، وهناك مزارات مصريه سوف تنتفع بهذه.